تكلمنا لكن أيسنا منهم المسؤولين. المسؤولين ما التفتوا لنا بكل بتاتا، ما نظروش إلينا. خوي إبراهيم بالتأكيد إن شاء الله من خلال هذه المداخلة ومن خلال إطلالتك عبر قناة الجماهيرية في برنامج لقاء الأسبوع، إن شاء الله يشوفنا حد من المسؤولين، واللي أنت بعثت لهم رسائل وبعثت لهم مناشدات. نتمنى زي ما يقولوا الناس، يقول لك موت وخراب بيوت، هذا هو بروحه. سكان يعانوا شظف العيش، عدم وجود سيولة، ما عادش عندهم باش يأجروا، ما عادش عندهم وين يسكنوا، فردوا إلى بيوتهم. البعض منهم حتى ناصب خيمة صغيرة وساكن في السور متاع البيت متاعها أو حتى بجانب بيته. شاكرينك أخوي إبراهيم الطرشاني على هذه الإطلالة، وإن شاء الله ربي يخفف معاناتكم، وإن شاء الله ربي يصلح حال المسؤولين، ونجدوا أذان صاغية بعد هذه المناشدات اللي بعتوهن عبر هذا البرنامج وعبر هذه القناة. شكرا لك أستاذ إبراهيم الطرشاني، أحد سكان منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت. بارك الله فيك وشكرا لك جدا استاذنا. طبعا يحضرني بيت من الشعر يقول: صبرت على الايام لما تولت، والزمت نفسي صبرها فاستمرت، فوا عجبا للقلب كيف اصطباره، وللنفس بعد العز كيف استذلت، وما النفس الا حيث يجعلها الفتى، فان طمعت تاقت والا تسلت، وكانت على الايام نفسي عزيزه، فلما رات صبري على الذل ذلت، فقلت لها: لا يا نفس موتي كريمة، فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت. بارك الله فيك استاذنا ومشكور على هذه اللفتة، وهذا ليس بغريب عليكم وعلى إذاعة الجماهيرية العظمى، ونتمنى أن مناشد المسؤولين أن يلتفتوا لينا وينظر إلى حال المواطن البائس الفقير المحتاج، لأن دعوة الظالم عند الله لا ترد، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. دعوة المظلوم أخو إبراهيم، فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وان شاء الله ان شاء الله ستكون في اذان صاغيه بعد هذه المناشده وبعد هذه المطالب، وهي مطالب شرعيه. مواطن ليبي يبي يعيش بكرامه ويبي يعيش بكبرياء. شكرا لك استاذ ابراهيم الطرشاني، احد سكان منطقه الجيزه البحريه، ونتمنى نحن معاكم على الاقل بالدعاء بالصوت، وصلنا من خلال القناه ومن خلال البرنامج. عسى ان يشوفنا حد من المسؤولين ويشقى بحال هؤلاء الناس ويشوف ظروفهم ويقدرها. الناس تعاني في معاناة يعلم ربي بحالها. والله في واحد من الفيديوهات اللي شاهدتون بنية صغيرة اللي يصور فيها يقول لها: انت بي؟ تقول لها: نبي حوشنا. مطلب بسيط جدا، يعني تبي حوشهم. حوشهم مش هي اللي هداتها، حوشهم هداتها لها قوى ظالمة غاشمة. يعني ربي يصلح الحال ان شاء الله، وربي يعيد الناس الى بيوتهم، وان شاء الله تفراج، واللي معاه الله ما يغلب. الى الفقر الموالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة قضية للنقاش، يسرنا أن نرحب بضيفا عزيزا في هذه الفقرة لنتحاور معه حول اللجنة المشكلة بموجب قرار من السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليحمل رقم 299 لسنة 21 بخصوص معالجة الأحوال الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية. لمزيد من تسليط الضوء حول هذا الموضوع وهذا القرار وما هي حيثياته ومن هم الشرائح التي يتم استهدافهم، سنتحاور في كل هذه الأمور مع سيادة وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية دكتور سلامة الغويل. أهلا وسهلا بك، وسعداء بأنك تكون ضيف معنا في هذا البرنامج لقاء الأسبوع. مرحبتين دكتور. أهلا بك أستاذ فرج. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بضيوفك الكرام إن شاء الله مستمعيك. دكتور، طبعا بموجب القرار اللي صدر في اليومين الماضيين من رئيس الحكومة الوحدة الوطنية اللي يحمل رقم 299 لسنة 21 واللي خاص بمعالجة أحوال الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية، نبو من حضرتك يعني هل اللجنة ستتمكن من حصر الأعداد الفعلية للمهجرين الليبيين في مصر،
وهل ستأخذ على عاتقها التفكير مثلا في إعادة